في خدمات مصرف التجارة والتنمية لحل أزمة السيولة؟ لا كويس والله كويس، لكن المفروض فيه توعية للمواطنين، وفيه الإذاعات يدير لقاءات ويدير لقاءات مع مصارف التجارة والتنمية، يوروهم الطريقة باش يفهموا الناس. ما همش فاهمين كيف الطريقة. متعودين ان اللي بيه ياخذوا فلوس ويمشي يشتري من المحلات خلاص، لكن في وسائل العالم كله ما عادش يستعمل فيها السيولة. يجي يسحب ياخذ بطاقة ويصرف والمصرف يخص. طيب هل ساهمت الخدمات اللي قدم فيها مصرف تجارة وتنمية من ادفع لي وصكوك السياحية وغيرها من الخدمات في حل أزمة المواطن اللي تواجهه؟ لكن المفروض المصارف الأخرى يساعدانهم، مثلا التجاري، الجمهورية، الصحاري، الوحدة، يساعد التجارة والتنمية، ما يكونش جهة واحدة. والله فعلا هي يعني حلت الأزمة بالنسبة للمواطنين. في ناس عندهم فلوس في البنوك ومش قادرين انهم يشتروا حاجات يعني، ومش قادرين يدفعوا، بس خدمة تدفع لي يعني دارت لهم حاجات كويسة. حل ممتاز يعني بصدق. برأيك هل ساهمت هذه الخدمات من ادفع لي وصكوك السياحية وغيرها من الخدمات في حل أزمة المواطن اللي يعاني منها؟ فعلا لا، حلت أزمة كبيرة يعني بصدق، يعني لأن في أعظم معظم محلات توا قدرنا نستخدمها في خدمة تدفع لي يعني هذه. والله إن شاء الله يكونوا موفقين وخطوة إيجابية، الخطوات اللي يديروا فيها خطوات إيجابية. بصفة عامة من أي ناحية شفت أن أو كيف ساهمت هذه الخدمات في حل أزمة السيولة، يعني سواء إدفاعية أو الصكوك السياحية أو غيرها من الخدمات؟ هذه المواطن يستفيد منها بحيث أنه يسحب من رصيده بدل 400 دينار يأخذ فيه، يسحب من رصيده في المصرف ويوفر عليه على واجده. محاولة مصرف التجارة والتنمية تعد من المحاولات الجادة في إصلاح الحال الاقتصادي للأفراد. شو رأيك في خدمات مصرف التجارة والتنمية لحل أزمة السيولة؟ حقيقة أنه محاولة اتجاه بنك مصرف التجارة والتنمية لحل مشكلة السيولة محاولة جادة ومحاولة ممتازة لظروف البلاد انتم شايفينها، ويعني احنا كل المواطنين حاسين فيها. وانا شخصيا يعني بدعو المصارف الاخرى الموجوده ان تحدوا هذا المصرف بنفس الطريقه، وهي امكانيات اصلا موجوده وبس بحاجه الى تفعيل. فحقيقه احنا يعني استفدت، انا صعيد شخصي يعني استفدت من هذا الموضوع بطريقه الشراء مثلا من المولات مباشره بدون الحاجه الى ان يكون معي كاش موجود معي في جيبي. والحقيقة انه نظام الصكوك ونظام الادفاعي يعني انظمة جيدة بتساعد المواطن في هذه الظروف اللي بيعيش فيها يعني ليبيا، انه يكون اموره ايسر ان شاء الله. طبعا هو حل ممتاز وكويس يعني حال ازمة البلاد كلها. والحاجة الثانية يعني موضوع حتى الفيزا، هذا حتى هو دار برنامج كويس وخدمة الفعالية هذه حتى هي دار الشغل كويس. طيب من أي ناحية شفت أن خدمات مصرف تجارة وتنمية ممكن تكون مريحة للمواطن نوعا ما؟ قصدي وفر موضوع قصدينا يعني موضوع أنت السيولة هذه حتى هي دارت أزمة البلاد بكب عمتي، وموضوع أنت الفعالية هذه دارت حلت يعني حاجة واثنين يعني عمتي. إن شاء الله ربك يصلح الحال.